انت عندك، انا عايز اعرف النهارده مين اللي بيلعب 10 في الزمالك. عبد الله السعيد. طب وفين عبد الله؟ انا عايز اعرف يعني عبد الله، الناس بتتكلم يعني جايب عبد الله السعيد صفقه القرن عشان تشوط له شوطه. لو عبد الله السعيد النهارده سيف الجزيري بيعمل له واحده بالخارجي، لو خدت بالك من ناحيه الشمال خايف يحط رجله سابها اللي فوتها دي، اي اي مع ان لو حط بالشمال كده خلاص صح. جول في الست. لا يعني معلش، انت قعدت تقوله مودست صفقه، ما هو عبد الله السعيد الصفقه دي زي دي على الاقل مودست، مع احترامي جاب جوان. يعني عبد الله السعيد من 10 ماتشات ولا عمل جون ولا جاب جون. الراجل جماهير الاهلي ومصر كلها مودست صفقه مش كويسه، ما دي زي ده، يعني عبد الله السعيد بقى زي مودست ما هي ده حقيقه اهو بالاحصائيات. كمقارنة يعني، ما انت مودست احسن بقى ما كده. انت يا كابتن بتقول على الصفقات اهو، حط صفقه عبد الله السعيد، ما لكش دعوه عبد الله السعيد بقى منتخب مصر والنادي ده الاهلي مع والكلام ده احترامي على والنادي جنب. الاسماعيلي، حط ده على جنب. انا بتكلم على السنه دي، انت جبت مودست وجبت عبد الله السعيد، مين اللي فادك فيهم؟ محدش، هو الاتنين ما فادونيش، بيجاب بس يعني مودست حط جوان ما يعني، ماتش كانت البلديه مؤثرة الاخير كسبك، شوية. ما هو وحش بس كسبك ماتش، لو كنت تعادلت كان هيحصل مشكله. ماتش البلديه عبد الله كسبك ايه؟ ما انت لو جيت حسبتها يعني عبد الله كسبك ايه؟ يعني عبد انا الله مستغرب من طريقة كابتن أداؤه عبد بصراحة. الله جاي صفقه اعلانات، اللي انا جايب صفقه القرن. واه وهو ولا غيظ. ما هي صفقه اعلانات، ايوه كده ما هي صفقه اعلانات. عبد الله السعيد النهارده يا كابتن معلش بيستلم الكره 5 متر فاضيين، بيبص على اقرب واحد عشان يبص له ده يا حقيقي كابتن. هو ده عبد الله السعيد؟ والله. عبد الله قلت السعيد كده اصلا كانت الناس هي اللي بتمسك الكره عشان تبص له يا باشا، عبد الله السعيد هو اللي كان بيلعب الفرقة كلها. بس. انا بتكلم يعني فين عبد الله السعيد؟ صح. يعني عبد الله السعيد مريح يعني كده كده مش مقاعد افريقيا، يعني بقاله اسبوعين مريح ماشي. صح. يعني ما اجي اطلع النهارده يعني اطلع عبد الله ولا اطلع ناصر؟ انا طلعت ناصر معلش مطلع عبد الله. وسبت عبد الله هو المفروض كان يعكس. طبعا. انت بتتكلم اللي اصلا يعني انت فين عبد الله السعيد؟ معلش عبد الله بقاله سنتين بالظبط مبطل، السنه اللي فاتت يعني راجل راجع كده الذاكره مع بيراميدز، مش هو برضك عبد الله؟ وعبد الله كمان كان في ميزه، مع احترامي فرقه بيراميدز فرقه كلها جامده جدا. كانوا يعني بيساعدوه. كانوا شايلينه وكانوا ساندينه. صح. امال هتقول لي عبد الله؟ هقول لك عبد الله بتاع النادي الاهلي، عبد الله بتاع الاسماعيلي، عبد الله اول سنتين في بيراميدز، عبد الله مع المنتخب. امال من هو؟ طبعا الراجل محطوط عليه ضغط برضك، المدير الفني لازم يلعب عشان يبقى كويس، هو عمره ما هيبقى كويس. هو عبد الله برضك عليه ضغوطات كبيره، يعني الجمهور نفسه عبد الله يجيب جون، نفسه يعمل جون. يا كابتن من 10 مفيش ماتشات غير ما الشوطة حصلتش بس. في تاريخ عبد الله السعيد. صح. يعني انت امتى يعني انت حتى قال لك مش عارف في وقت كده، قال لك اصل هو يعني بيسهل على ناصر ماهر. حتى طب ساعتها فاكر احنا اتكلمنا النهارده لعب 10 اللعب المكان بتاعه خلاص بقى، بقى. اللي هو المكان يعني انت المفضل. دلوقتي مع ان لا، انت وهقول لك على حاجة كمان، انت حواليك لعيبة تساعدك بس في نقطة، يعني، يا انت كابتن فاهم اقصد ايه؟ يعني انت عندك زيزو، عندك ناصر ماهر، فاهم اقصد ايه؟ عندك دونجا تحتيك يقدر يلعبك، عندك لعيبة تساعدك. عبد الله ما بيلعب دونجا بيتظلم. دونجا يا كابتن دي اللي انا اتكلمت فيها، اما يستهلك، تيجي تلعب بيقعد يجري اما كتير. تيجي تلعب فرقه منظمه، وطبعا بحيي الكابتن طلعت يوسف، هو المفروض هو نجم المباراه، هو عمر جابر نجم المباراه كويس، طبعا كان كويس جدا، عامل عامل وحمزه كويس. كان كويس، بس انا بتكلم الكابتن طلعت يوسف يعني راجل بيعرف يقرا الخصم اللي قدامه، صح. راجل من اول دقيقتين لو ركزت بيعمل ضغط عالي عشان عارف اللي فيه مشاكل. في مشكله في نادي الزمالك، المساك حسام وابراهيم مش هيعرفوا يشتغلوا من تحت، بقى يضغط عليهم منين؟ من قدام. طبعا الناس اللي مع المدير الفني الكابتن احمد مجدي، الكابتن عبد الواحد، لازم كانوا يعرفهم اللي الكابتن طلعت يوسف راجل بيقرا بيتميز الماتش كويس. بالتقطر الدفاعي، بيعمل الهجمات المرتده، عنده فاروق وعنده عاطف وعنده الناحيه الثانيه، يعني بيعرف يشتغل على الحته اللي قدام. كان المفروض الناس المساعدين اللي معاه يقولوا لا ده الكابتن طلعت يوسف ده مدرب منظم، عشان طبعا لو جيت بصيت فيوتشر بقى لها يجي ست من ساعه ما صعدت الدوري ما كسبتش الزمالك ولا ماتش ولا تعادلوا، يعني حتى ما جم صعدوا في افريقيا كونفدرالية. صعدوا بهدف. يعني النهارده لما جيت لعبت خصم قوي ومدير فني منظم، يعني كسب الماتش اللي فات، هو كشف النهارده فرقه الزمالك اللي انت طبعا زيزو النهارده مش موجود مع احترامي لسه ليه، هسألك في زيزو. عمر جابر هو اللي شايل، بص، افضل اتنين لعيبه من وجهة نظري الشخصيه كان عمر جابر ومسلوسي. حمزه دي اللي اتكلمت معاه بقى. يعني انت بص حمزه اتقال اسمه كام مره النهارده، مكمل، لا ومستواه ثابت. وكمان جون الزمالك جه طبعا هي الاهداف اخطاء، يعني الحارس بيلعب الكره بايده اما عمر عمل، يعني انت برضك
عمر اللي عمل الجون، هو اللي جاب الجون، هو اللي كمل، هو لو ما عملش كده، ما عملش تاكل خلاص، كان ما كانش فيها يبقى جون. وانت على الوضع ده ما كنتش هتعرف تجيب جون في الكابتن طلعت يوسف. عشان طبعا انا اشتغلت معاه 3 سنين في الشرطه، انا عارف اسلوب لعبه وحافظ نادي الزمالك. يعني احنا لما كنا في الشرطه احنا كسبينهم 3 ماتشات هم كسبيننا 3، تعادلنا ماتشين. يعني احنا احصائياتنا معاهم مع الكابتن طلعت يوسف، كان لازم حد يكلم المدير الفني للكابتن طلعت يوسف، ده راجل منظم، راجل فاهم، راجل بيعرف يدير المباراه كويس وبيضيق المساحات بس كويس. ما هي دي ميزه، هي دي الميزه بتاعت الكابتن طلعت، هو بيقرفك وبيخنقك في الملعب وبعد كده بيخطف، ولو جاب فيك جون صعب ان انت تتعادل معاه.